بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الولاية الجميلة ولاية عنابة على هذه الاستضافة الراقية لتكريمي شخصيا كمصور فني. كما قلت لك نصور خاصة، نحب هذه الصورة الفوتوغرافية من أعماق القلب، نحبها كثير، معناتها هي الروح وهي الحياة، من أجل راحة نفسية. والحمد لله طورت هذه الصورة الفوتوغرافية. كنت قديما الأب الله يرحمه هو اللي علمني وضغط علي باش نتعلمها، شكون زيرني عليها منها، قلت له ما نضايقش ومنها، قال لي لا زيد واصل واصل واصل. الحمد لله بديت نخرج، بديت الآخر بديت نشارك في العالمية والحمد لله، وتخصصت في صورة البورتري كثيرا. بعد من وباء كورونا غيرتها، رجعت إلى صورة الحياة البرية مع الحيوانات، وهي راحة نفسية ما شاء الله، ربي يبارك. صد فيها راحتي وصد فيها نجاح، وتحصلت بنجاح 3 صور من ولاية تيارت وصلت إلى العالمية في ناسيونال جيوغرافيك، وهي صورة الخيول بمركز شوشاوة لتربية خيول ولاية تيارت، وصورة الذئب في الثلج، وصورة الغزال بولاية تيارت. هي صراحة كل أتعابي هي أهداف للشباب، من أجلهم كل هذه الأهداف باش يكونوا محبين للصورة الفوتوغرافية. والصورة الفوتوغرافية أصلا هي هواية أي واحد يتعلمها، مش مهم تكون مصور، قادر تكون عندك أي مهنة وتزيد هاي زيادة عليها باش تعلمها فني لولادك وتكمل بها، لكن هي كما نقول باللي هي تزيد تعطي لولايتك قيمة أكثر. مادامك تمر وتطور ولايتك وتعتبرها كقيمه، حتى ولو كانت نقائص انت راك تزيد فيها بالفن تاعك، حتى انت عندك رؤيه وعندك زوايا جيده وجميله تقدر تعبر وتوصل الرساله حتى من جهه السياح، من جهه الناس تجي تشوف من الخارج، الناس تجي تعرف قيمه ولايتك، وراك راح تبهيها وتعطيها قيمه كثيره في هذا المجال الفوتوغرافي. الصوره رساله صراحه. انني كي دخلت ما امنتش عليه، خاطش راهي ناقصه كثير، يعني بارابور حنا نقولوا للولايات الاخرى راهي ناقصه، كاين اللي الناس حبست كاع تركتها. احنا نقولوا باللي مش عارف تغيير كثير في الانسان، تغيير ناس كرهت من اكثر، لكن اليوم عندما انا حسب ما قلت السيد الوالي انها حياه اخرى، درتوا حياه اليوم من راكم جيتوا انتم، برك مكتوب ريحينك جيتوا اليوم. شوف الحب تاع اليوم، كل واحد يصور في بعضهم بعض، كل واحد يشوف الصور تاع علاقهم، كل واحد يبتكر ويشوف. درتوا لنا عرس بولاية عنابة، والله ما شاء الله، والله لا فرحت كثير، راكم عاودت وعطيته روح للصورة الفوتوغرافية، وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا. ولاية عنابة لا تشكر في حقها، دائما سباقة في هذه الصالونات، وخاصة في الثقافة، عندها قيمة كثير في الثقافة، المسرح، الرسم، الصورة الفوتوغرافية. الحمد لله إن شاء الله يكونوا مبادرين ودائما هم الأولين إن شاء الله. صح كاين مهرجانات، كاين تركيا، تونس، الهند، النمسا، ايطاليا، السعوديه، قطر. الحمد لله الحمد لله، هذو كل مشاركات، وتعرفت مع ناس والحمد لله درنا تواصل اجتماعي مع بعض وتعرفنا عن تقاليد وعادات. وهي اصلا هذه الصوره شو تخليك تعرف شعوب، معرفه شعوب هي الصح، دائما تبدل ودائما تغير، كل واحد في تقاليده كيف عايش والاخر، وتعطيه انت فني تقاليدك بالصوره الفوتوغرافيه اللي عندك. وهذا هو شعار الصوره، الصوره مرآه الحب. صح صح صح، والله ربي يحفظكم وربي يخليكم، وان شاء الله دائما واقفين.